الله يسلمك يا حبيبي، لان هي علامه مميزه في اي حاجه. الله يخليك يا رب. تجربه عسير وتجربه اكيد مختلفه، انت كمان تعمل مع محمد رمضان في فيلم اول مره. احنا يعني نمتلك من الخبره ما يجعلنا لما نيجي نتعامل مع اي نجم نعطي له قدر من الاحترام، وبدينا قدر كبير من الاحترام، وبالتالي الشركه اللي شغلت مع محمود المصري، مع محمود عبد العزيز واحمد زكي وكل هؤلاء ويسرى ونيلي، كل هؤلاء النجوم، نستطيع ان احنا نتعامل مع محمد رمضان اللي بالمناسبه راجل محترف جدا، شاطر جدا، لطيف جدا، متواضع جدا، ما تعبناش في اي حاجه، ما تعبنيش شخصيا ككاتب ولا مندو، وان شاء الله الفيلم يعجبكم وتتبسطوا بيه، ويبقى مش اول فيلم لمحمد رمضان، بنحضر له فيلم تاني ان شاء الله وتالت هو وغيره ان شاء الله. لا هنتجه للافلام بس مش هنوقف في الفيديو، يعني انا مستحيل تبقى شركه انتاج عندها موضوع حلو ليسرى وما تعملوش، وبالتالي احنا هنعمل هنركز في الافلام، بس لو لقينا موضوع حلو ده اكيد ان احنا هنعمله. ممكن نشوفه في رمضان ان شاء الله، هتشوفينا طول الوقت. شكرا يا فندم.